منورنا من خلال زوم الكاتب وممارس علم النفس الإيجابي الأستاذ إبراهيم السيوفي، اللي هنعرف منه أكتر إيه هو علم النفس الإيجابي، أهمية أن يكون عندنا وعي نفسي في حياتنا علشان نقدر نتخطى أي أزمة وأي صعوبات بتواجهنا. أهلا بحضرتك أستاذ إبراهيم. أهلا بيك يا أستاذة رامي. أهلا بيكم، نورنا عن طريق زوم. وحب أعرف منك كده ببساطة الأول، إيه هو علم النفس الإيجابي؟ اسمه حلو قوي. علم النفس الإيجابي هو باختصار شديد يا أستاذة رانيا، علم النفس كعلم عبارة عن فروع متعددة أو كذا فرع. يعني في علم النفس فيه كذا فرع، فيه السوشيال سايكولوجي، فيه التشايلد سايكولوجي، فيه البيهيفيرال سايكولوجي، فيه فروع كتير قوي من فروع علم النفس، ويعني والعلماء بدأوا يتكلموا فيها من زمان جدا جدا، من أيام ما فرويد بدأ يتكلم في علم النفس كعلم نفس. الحقيقة إن يا أستاذة رانيا لو جينا بصينا على كل فروع علم النفس هنلاقي إن كل فروع علم النفس ديت مبنية على فرضية واحدة بس. أيوه الفرضية دي اللي هي بتقول إن فين الخلل أو فين المشكلة، وإحنا عايزين نعالج الخلل أو نعالج المشكلة أيوه على كل الدومينز وعلى كل المستويات. لحد ما جه دكتور مارتن سيليجمان في بدايات التسعينات، مؤسس علم النفس الإيجابي، وقال هو إحنا ليه في علم النفس بشكل عام مهتمين بالمشاكل ومهتمين بالخلل ومهتمين بالحاجات اللي فيها مشاكله بس، ليه ما نهتمش بالحاجات اللي ليها علاقه بالسعاده؟ هم ليه ما نهتمش بالحاجات اللي ليها علاقه بالصحه، بالويل بينج او بالفلورشنج او بالازدهار في حياه الانسان؟ ليه دايما بنبص على المشاكل وما نبصش على الحاجات الايجابيه؟ هم فمن هنا جت فكره علم النفس الايجابي كفرع جديد او اخر فرع مستحدث من فروع علم النفس، اللي هو بيركز على كل ما هو ايجابي. صحه ايجابيه، علاقات ايجابيه، بيزنس ايجابي، وضع مادي ايجابي، كل شيء ايجابي بيتناوله علم النفس الايجابي من خلال الانترفنشنز بتاعته وتطبيقاته ونظرياته والتدخلات بتاعته. ده باختصار. ده كلام رائع جدا. احنا عايزين كل حاجة ايجابي في حياتنا، احنا عايزين كل اللي جاي وكل اللي حوالينا يبقى دايما ايجابي.